مشاهدينا اهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامج مصر بتبني، والتي نقدمها من داخل جامعه الجلاله في مدينه الجلاله الجديده. هذا الصرح العلمي الكبير الذي يؤكد ان مصر لا تبني مدنا حديثه فقط، وانما تخطط للمستقبل بشكل مختلف. تبني الحجر وتطور البشر وتوسع قاعده العلم واستخداماته في مستقبل يتغير كل لحظه. كان عام 2020 هو عام إطلاق الجامعات الأهلية الحديثة في مصر، كجامعات الملك سلمان والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والجلالة الجديدة، حيث نقف الآن. جامعات تقدم مناهج دراسية حديثة تواكب تطور العلم وتواكب أيضاً تطور سوق العمل، كي تنتج في النهاية عقولاً تستوعب كل تلك المتغيرات، كما أنها تستدعي كل الخبرات العالمية بإنشاء مشاركات مع جامعات دولية. هذا إذن باختصار ما يحدث الآن في جامعة الجلالة الجديدة مثلاً، وفي غيرها من بؤر علمية جديدة على مستوى مصر. احنا كنا دايماً نقوله إيه؟ ما تدوروا على ربط سوق العمل، التعليم بسوق العمل، مش كده؟ وانتوا عارفين كويس قوي ان جامعاتنا بتخرج عشرات الالاف او مئات الالاف كل سنه، ويمكن مش كلهم مربوطين بسوق العمل. احنا جبنا كل العلوم الجديده اللي هي تقدر تخلي ابننا او بنتنا اللي بيتعلموا هنا في مصر في العلوم ديت يبقوا جاهزين لسوق العمل في مصر ومستقبله، مش كده؟ او حتى لو كان في فرصه ان هو يبقى في الخارج. فعلى مساحة يصل إجماليها إلى 173 فدانا، تقع جامعة الجلالة على خليج السويس لتضم 15 كلية جديدة جاهزة لاستيعاب نحو 13,000 طالب ينتشرون في 62 قاعة تعليمية مختلفة، ويدرسون بنظام الساعات المعتمدة والتي تصل حالياً إلى 26 برنامجاً دراسياً مختلفاً، ترتفع في المستقبل إلى 66 برنامجاً دراسياً. هذه البرامج كلها تأتي متوافقة مع متطلبات سوق العمل الجديد. تأتي أيضاً الدراسة متوافقة مع جامعات دولية كأريزونا الأمريكية وهيروشيما اليابانية. ومشاهدينا، حالاً نبدأ هذه الجولة داخل الجامعة. دكتور أشرف، اللي زور جامعة الجلالة من حوالي 3-4 سنين قبل هذا البناء الفخم ما يتوقعش أن هذا المكان سيكون فيما بعد صرح علمي كبير. على أي فلسفة بنيت هذه الجامعة بداية؟ تم وضع الفلسفة الحديثة لمدينة ذكية اسمها مدينة الجلالة، فطبعاً كان لازم يكون من ضمن مقومات هذه المدينة جامعة ذكية مبنية على قواعد مختلفة تماماً عن الجامعات التقليدية، لأن الجامعات الأهلية الجديدة اللي هي الجامعات الذكية المفروض الهدف الاستراتيجي بتاعها ان احنا نحقق ان الطلاب اللي يتمرنوا عندنا ويتعلموا عندنا يكونوا قادرين على العمل والتنافس في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. طب دكتور، بداية نقف عند كلمة جامعة ذكية، يعني ايه؟ جامعة ذكية هي جزء من منظومة المدينة الذكية والمجتمع المبني على الانتليجنس وال يعني السمارتس كرايتيريا. يعني لو حضرتك تصورت ان احنا في مدينة الجلالة دلوقتي عندنا البنية التحتية لجامعة الجلالة والمدينة الجلالة في تواصل من خلال الفايبر اوبتيك كيبلز اللي هي الكابلات اللي هي بتاعت الانترنت لكل مكان موجود في جامعة الجلالة، وده شيء كان من ضمن التحديات الكبيرة جدا اللي كانت لازم يعني نحققها، والحمد لله تمت على خير. شبكة معلوماتية تربط الكليات ببعضها؟ شبكة معلوماتية تربط الجامعة والمدينة بالعالم كله، ده نمرة واحد، وداخليا تربط كل القاعات التدريسية وتربط كل الأماكن المحددة في الجامعة بشبكة المعلومات طبعا من خلال الداتا سنتر اللي موجود في جامعة الجلالة اللي موجود في قاعة المؤتمرات
اللي هي جنبينا هنا، وهي طبعا جزء من جامعة الجلالة. طب ده معناه ان في برامج تعليمية ممكن تكون متداخلة او فيها تقارب او في لازم يكون في تواصل ما بينهم من بعض؟ الحقيقة برضو دي حاجة مهمة جدا ان احنا لازم نوضحها، ان قصة التعليم المدمج اللي هو blended learning ما بين التواصل من خلال الانترنت والتواصل من خلال أجهزة المحاكاة المتقدمة جدا، كان لازم يكون هذه الشبكات متوفرة. فده جزء أساسي، لأن الشبكة دي هي مجرد طرق، مجرد وسيلة توصيل، لكن الأهم هي العملية التعليمية التي تقوم والبرامج الدراسية اللي مبنية على هذا النظام. وطبعا من ضمن الإمكانيات اللي هي تم توفيرها في جامعة الجلالة الأجهزة المحاكاة، كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، كلية الهندسة، كلية علوم وهندسة الكمبيوتر، كل الكليات ده هي فيها معامل محاكاة ومعامل كمبيوتر. معامل المحاكاة ومعامل الكمبيوتر بدون هذه الشبكات هي غير فاعلة، فكان لازم تكون موجودة. وطبعا الأجهزة اللي موجودة فيها وهذه السيميوليترز اللي موجودة هي أعلى مستوى من السيميوليترز اللي موجود في أي حتة في العالم. طب دكتور، حضرتك أشرت للجزء المهم، إحنا أمام جامعة بتنتج عقل بشري مختلف، فبالتالي بتقدم له منتج علمي مختلف، وبالتالي بتكون مرتبطة بجامعات مختلفة أو بوسائل أو ببرامج علمية وتعليمية مختلفة عالمية. تمام، فإزاي وصلنا لهذه النتيجة؟ الحقيقة إنشاء الجامعات الأهلية من ضمن القرار رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء الجامعات الأهلية كان لازم يكون فيه توأمة مع جامعات من الجامعات المتقدمة جدا في التصنيف الدولي. والحقيقة جامعة الجلالة لها الحظ إن إحنا في اتفاقية للتوأمة مع جامعة أريزونا ستيت يونيفرسيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهنا بنتكلم على التخطيط اللي هو بدأ يمكن سنتين قبل، يعني موازي لكم الإنشاءات الهندسية اللي قامت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الشراء الموحد من أجل استكمال التجهيزات. كل الكلام ده كان موازي لبناء الثقة ما بين المجتمع الناشئ اللي هو موجود، المجتمع التعليمي اللي هو بينشأ ده، وما بين مؤسسات التعليم العالي العالمية ممثلة في أريزونا ستيت يونيفرسيتي. يعني إحنا بنبني عملنا البرامج أو عملنا التوأمة، ده عملنا البرامج وعملنا التوأمة، كل واحد بيشتغل في مجاله. يعني معالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت بتشتغل على اختيار الجامعات التي سوف يتم التوأمة معها في من خلال الجامعات المختلفة. وطبعا جامعة الجلالة من ضمن الجامعات الأهلية الجديدة الأربعة اللي هم تم إنشاؤهم السنة اللي فات العام الماضي. اختيار جامعة أريزونا ستيت يونيفرسيتي إن هي نمرة واحد في الابتكار، نمرة خمسة للإمباكت رانكينج اللي هو التصنيف التأثيري، إن هي جامعة لها تأثير على فعلا الطلبة وتأثير على المجتمع وتأثير على البيئة. كل ده ليه؟ لأن هي متقدمة جدا في وسائل الابتكار وطريقة التعلم الابتكار. جامعة الجلالة من ضمن الأهداف الرئيسية بتاعتها إنك أنت تعلم الطالب كيف يكون مبتكر، كيف يكون عنده مبادئ ريادة الأعمال. والحقيقة السنة اللي فاتت إحنا قابلنا 1250 طالب تقريبا في جميع الكليات ومجالات الجامعة. عاوز أقول لحضرتك إن نسبة كبيرة جدا منهم تزيد عن 50% في سنة أولى من جامعة ابتدوا فعلا أخذوا الكورسات الخاصة بالإنوفيشن الانتربرينورشيب، لأن دي كور رئيسي. إحنا عاوزين نعلمهم وسائل البحث العلمي، كيفية الفكر الابتكاري في جميع المجالات التي تقدمها جامعة الجلالة. هو جميل دكتور أشرف، سواء إن التوأمة مع أريزونا أو مع هيروشيما، إن جامعة الجلالة من الجامعات القليلة حول العالم اللي بيحصل فيها توأمة مع هاتين الجامعتين، فبالتالي ده أكيد نوع من الثقة في البرامج المقدمة هنا أو في الإمكانيات المقدمة هنا، وبالتالي برضو تكون فرصة إن إحنا ننقل هذا العلم وهذه التجربة إلى مصر إلى طلابنا. بالضبط، كل بلد لها طباع مختلفة في طريقة ثقافة التعليم والتعلم، بتعطي العلم بطريقة لها يعني طابع خاص بيها. فاليابان معروفة بالطابع الخاص الياباني في طرق التعلم ولها قواعدها. الولايات المتحدة الأمريكية والجامعات الأمريكية لها طابع خاص مختلف عن هذا الطابع. أنا عاوز أقول لك إن أريزونا ستيت يونيفرسيتي هي في حد ذاتها عاملة اتفاقية مع جامعة هيروشيما من خلال الشركة الحاضنة لهذه الاتفاقيات اللي هي شركة سنتانا العالمية.
ده بيقول ايه؟ بيقول ان الدول من خلال المؤسسات التعليمية بتستطيع التواصل، والتواصل الثقافات ده جزء اساسي من بناء شخصية الانسان. احنا عاوزين الطلاب بتوعنا لما نقول هم يكونوا قادرين على التنافس في السوق العالمي، فاحنا بنتكلم على السوق العالمي ليس الغربي فقط، لكن احنا عندنا بلاد كتير موجودة متقدمة جدا في الشرق. يعني عندنا مركز ان شاء الله بننشئه برضو لتعليم اللغة الصينية، ده مهم جدا لان اللغة الصينية والصين دولة من الدول المتقدمة التي يجب ان احنا ان شاء الله نشتغل على يعني برضو ان احنا نعلم اللغة الصينية. يجب ان نستكمل هذه المنظومة بحيث ان الطالب يكون قادر على التنافس في اي من الدول، طبعا الى جانب البعد الافريقي. احنا جامعة الجلالة من خلال ان شاء الله الوافدين العام القادم باذن الله بنحاول ان احنا نستقطب في بعض البرامج الطلاب من الدول الافريقية الشقيقة الحقيقة، لان ده برضو بعد مهم جدا جدا، خاصة ان في استراتيجيات في الدولة يعني بتحفز هذا الحوار الثقافي بين الشعوب، اللي هو بدايته ازاي ترسخ هذه القواعد من طالب جاي سنة أولى جامعة في جامعة الجلالة. دكتور، الجميل جدا أن احنا أمام سوق عمل مختلف متقدم، التكنولوجيا بتدخل في مناحي كتير جدا في الحياة على مستوى العالم، فلازم يكون الطالب عندنا عنده نفس المخرج التعليمي، قادر على مواجهة سوق عمل أو الاندماج مع سوق عمل مختلف، مش 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 حتى في السنوات القادمة، في من السنة اللي احنا فيها دلوقتي. فبالتالي كل هذه البرامج الدراسية بتؤدي لهذا الغرض اللي كان مفتقد قبل كده. قبل كده كان الطالب يخرج لسوق عمل مختلف، في فجوة كبيرة بينه بين اللي درسه وبين سوق العمل اللي هو داخل عليه. دلوقتي احنا بنحد من هذه الفجوة أو بنقلل هذه الفجوة أو يمكن بنهيها تماما. تمام. الحقيقة حضرتك يعني ذكرت حاجة مهمة جدا جدا، إلى جانب ما كانت تقوم به الوزارة من يعني البدء في العلاقات الدولية من خلال البرامج التوأمة اللي هي تم بدأها 3 سنوات. في نفس الوقت زي لما احنا قلنا دلوقتي من شوية، الهيئة الهندسية قوات مسلحة بتبني هذا الصرح العظيم اللي هو تقريبا مكتمل على 173 فدان. كان هناك كتيبة من علماء المصريين شغالين تحت قيادة الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة في لجنة دائمة، لجنة متصلة لا تنام فعلا، على مدار يمكن 2.5 وثلاث سنوات تم مراجعة جميع البرامج العالمية في جميع يعني بلاد العالم والجامعات، واختيار ما هي البرامج المناسبة لسوق العمل اللي نستطيع ان احنا نبني عليها الطابع الإقليمي علشان نقدر نحدد المخرجات للطالب اللي هو لما يتعلم الطالب يبقى فيه مخرجات تعليمية. هذه المخرجات التعليمية تبقى 100% مطابقة للمخرجات التعليمية اللي هي من أي جامعة من الجامعات العالمية. دكتور، عشان كده احنا بدأنا ب 26 برنامج تعليمي جديد، وإن شاء الله هننتهي إلى 66 برنامج تعليمي جديد. تمام. جامعة الجلالة فيها بإذن الله معدة إنها تستوعب 25,000 طالب على مدار الخمس سنوات القادمة. فيها 66 برنامج هيقدم للمصريين ولأصدقائنا في المنطقة الإقليمية وفي أفريقيا وفي العالم، ونتمنى ذلك أن يكون عندنا وفدين من أوروبا في يوم الأيام قريبا جدا، ومن خلال التوأمة أنا متأكد أن ده سوف يحدث على في خلال السنوات القادمة. احنا بدأنا ب 29 برنامج العام الماضي، السنة القادمة بإذن الله هنبقى 31 برنامج في كافة مجالات العلوم، القطاع الطبي، القطاع الهندسي، قطاع العلوم الإنسانية، قطاع العلوم الإدارية. والحقيقة من ضمن البرامج اللي احنا أضفناها العام القادم بإذن الله الاقتصاد والعلوم السياسية، وده برنامج برضو متقدم جدا في يعني تخصص دقيق إضافة إلى ما هو موجود في البرامج التقليدية. دكتور، يعني إيه جامعة أهلية غير هادفة للربح؟ ودي الفلسفة اللي قايمة عليها جامعة الجلالة مثلا. الحقيقة دايما السؤال ده يتسأل لأنه هو مهم جدا للمجتمع. الجامعات الأهلية هي استكمال لمنظومة كبيرة جدا من التعليم العالي في مصر. في جامعات الحكومية، في الجامعات الخاصة، ودي عشنا في الفترة ده هي لفترة طويلة جدا من الزمن، من يعني الأجيال عظيمة جدا اتخرجت من الجامعات الحكومية، وهي اللي حقيقة انشأت هذا الفكر المتقدم اللي احنا عايشين فيه النهاردة.
وفي الجامعات الخاصة وكان لها دوراً ولا زال لها دوراً قوي جداً في المجتمع. وبعدين تم إنشاء برضو منذ سنوات قليلة اللي هم البرانش كامبسز اللي هي أفرع الجامعات العالمية، ودي برضو من ضمن استكمال المنظومة التعليم العالي. كان لازم يحصل استكمال لهذه المنظومة من خلال إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة. فتم اتخاذ القرار العام الماضي، القرار التنفيذي بالتشغيل، لكن القرار والفكر بدأ من سنين. احنا بنحقق من الست سنوات السابقة تحقيق للطفرة التي سوف تغير معالم مصر في المستقبل القريب جدا، وعلى المستقبل البعيد بإذن الله مصر تكون من ضمن الدول المتقدمة، ونشيل من على نفسنا المسميات الدول التي تتقدم والدول النامية وهذا الكلام. مصر سوف تكون من الدول المتقدمة في هذا العصر، لأن جميع المقومات موجودة. الجامعات الأهلية الجديدة اللي هم تم إنشائها، الأربعة الرئيسيين اللي هم تم إنشائهم، جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة المنصورة الجديدة وجامعة العالمين الجديدة الدولية، هذه الجامعات كلها مبنية بنفس الفكر ومكملة لبعضها. قضية التكامل والمركزية للجامعات الأهلية حاجة هامة جدا جدا في تحقيق الأهداف من هذه الاستراتيجية اللي هي بناء الجامعات الأهلية الجديدة. هي غير هادفة للربح ولكنها بمصروفات، لأن إحنا يهمنا حاجة مهمة جدا اسمها الاستدامة المالية. برامج التعليمية الموجودة في الجلالة بتتكامل ولا بتتنافس مع البرامج التعليمية الموجودة في باقي الثلاث جامعات الأهلية؟ أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة الحقيقة صادقة جدا من جواي، لا يوجد ما يسمى التنافس المفروض يكون موجود في التنافس العلمي التعليم طبعاً. في التعليم العالي أصلا، لأن كل جزء من هذه المؤسسات العظيمة سواء الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة أو الجامعات اللي هي الأفرع أو الجامعات الأهلية، هي كلها مكملة لمنظومة كبيرة جدا. هذه المنظومة يجب أن تتكامل وتحقق الأهداف، لأن في هدف أكبر من هدف الجامعة. الجامعات دي مش معمولة عشان الجامعة دي أو الجامعة دي يكون لها أهداف تحققها فتتنافس مع غيرها لتحقيق هذه الأهداف، هي لا يجب أن تتكامل. ودي رسالة يعني مهمة جدا، دايما الدولة بتشجع على أن هي تؤكد أن هذا التكامل يجب أن يكون، وخاصة على التوزيع الجغرافي ما بين هذه الجامعات. أنا أتكلم دلوقتي على الجامعات الأهلية. إحنا في الجامعات الأهلية وضع البرامج وإنشاء الفاسيلتيز اللي موجودة في الجامعات كانت في أصلها أشياء مكملة لبعضها من أجل استكمال منظومة كبيرة موحدة اسمها الجامعات الأهلية. وهتكبر هذه المنظومة من خلال الجامعات الأهلية اللي هي هتنشأ في المستقبل القريب بإذن الله. دكتور عفاف، هو الأكيد أن من أهداف إقامة جامعات أهلية جديدة في مصر أن احنا نقدم برامج علمية تعليمية مختلفة عن الموجود في باقي الجامعات، وتكون متواكبة أكتر مع متطلبات سوق العمل الحالي أو المستقبلي. في علوم الهندسة أو في تفريعات علوم الهندسة، إيه اللي بنقدمه هنا جديد؟ خليني أخذ من كلامك اللي هي تكون مواكبة لسوق العمل الحالي أو المستقبلي. جامعة الجلالة مبنية البرامج فيها على فلسفة البرامج. العلوم الهندسية الأساسية المتعرف عليها هي الهندسة المدنية، الهندسة الكهربية، الهندسة الميكانيكية، ودول بيكونوا تحت مظلة كلية الهندسة. دي العلوم الهندسية الأساسية. الأساسية تمام. في جميع أنحاء العالم. اللي بيميز جامعة الجلالة كلية الهندسة إن هي بتقدم برامج مختلفة. إحنا بدين ب ست برامج اوريدي، في ثلاثة تم التعامل معاهم العام السابق، والعام الأكاديمي هينضم ليهم ثلاث برامج آخرين. لو استعرضناهم كده هوت مع بعض الست برامج، وهما يعتبروا الميجر بروجرامز الموجودين في البرامج الأساسية، البرامج الأساسية أو اللي بياخد فيه الدرجة العليا ليها، بيبقى خريج هندسة الميكاترونيك. واللي هيميز الى جانب البرامج ان انت بتدي ك
كان الأول يبقى فيه هندسة كهربية، لا دلوقتي كل الصناعات معتمدة على جزء ميكانيكي وجزء كهربي، فمحتاجين المالتي ديسيبليناري أو الانتر ديسيبليناري، أن أنت تكون آخذ من أجزاء العلمية الهندسية مع بعض، زي هندسة الميكاترونيك اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بتربط ما بين الميكانيكال انجينيرينج اند الكترونكس، الهندسة الميكانيكية والكهربية، في برنامج المانيوفاكتورينج اند ماتيريال انجينيرينج، وده اللي هو برنامج هندسة التصنيع والمواد، اللي هو محتاج ان انا اواكب التطورات الحديثة في شتى المجالات. لو اتكلمنا مثلا عن المدن الذكية، انا محتاجة اتعامل مع مواد جديدة، فلازم ادرسها، ادرس خواصها، طرق تصنيعها، تطبيقاتها المختلفة، سواء في المجالات الهندسية او المجالات العلمية والطبية. البرنامج الثالث اللي هو هندسة البناء أو Construction Engineering and Construction Management، وباين من المسمى بتاعه أنه هو مش هندسة بناء بس، هو إدارة المشروعات. ده برضو بيميز المشاريع الهائلة الموجودة عندنا بتتم حاليا، بيتواكب معها وطرق إدارتها، والمهندس بيبقى قادر دايركتلي مباشرة على مواكبة سوق العمل. وده دكتورة برضو برنامج ما كانش موجود أو مش موجود في باقي الكليات الهندسية؟ لا، بالمسمى دوت لا مش متواجد، اللي هو Construction Engineering and Construction Management. بينضم ليهم إن شاء الله مع العمل الأكاديمي القادم، هيبقى عندنا Electronics and Communication Engineering، ودوت منبثق من الهندسة الكهربية، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، والباور and Power Management، ده برضو لدراسة اللي هي الصناعات الثقيلة الكهربية، إلى جانب طرق الطاقة والطاقة اللي احنا التقليدية اللي احنا متعودين عليها، زي طاقة الوقود والبترول والغاز. بينضم ليها بقى الطاقة المتجددة اللي هي من الطاقة الشمسية، طاقة الرياح. وانا حضراتكم درست سوق العمل الحالي والمستقبلي كويس، عشان كده حطيتوا هذه البرامج حقيقي، وتابع برضو الاستراتيجية العالمية واستراتيجية مصر 2030، اللي هي مهتمة بموارد المياه وموارد الطاقة والتطبيقات الصناعية والهندسية ليها. واخر برنامج اللي هو الاندستريال انجينيرنج، اللي هو الهندسه الصناعيه، اللي هي بتبقى برضو القدره على اداره المشاريع الصناعيه وتصميمات للمنتجات الحديثه وما الى ذلك. وكمان يا دكتوره، الواضح ان في اجهزه محاكيات ممكن اسميها، انا مش عارف بالظبط، للتدريب مثلا، او ان يكون في جزء عملي مرتبط بالدراسه النظريه. هو زي ما استعرضنا مع بعض وفرقت حضرتك على المعامل المتواجدة في كلية الهندسة، الحمد لله بتميز في جامعة الجلالة ان جميع المعامل والأكوابد، يعني كافة الأجهزة اللي انا محتاجاها في البرامج العلمية اللي احنا بنقدمها متوفرة، بحيث ان الطالب بيقدر ان هو اي شيء نظري هو بيدرسه هيقدر يطبقه دايركتلي عملي، وبتكون التكنولوجي هي اللي موجودة في السوق او كمان اللي لسه هتوصل مصر سواء في الصناعات، فبيقدر ان هو يعني يبقى خريج كلية الهندسة يعني right away، مجرد تخرجه يقدر ان هو يواجه سوق العمل والتحديات اللي هو بيلاقيها، سواء كان من الجامعات يقدر يشتغل في الصناعات في مصر او حتى خارج مصر، هيقدر ان هو ينافس على نفس القدر والإمكانية اللي هي بيلاقيها من اي خريج من الجامعات العالمية الاخرى. طب دكتورة، من التطبيقات الجديدة بتكتسح العالم تقريبا دلوقتي فكرة استخدام النانو تكنولوجي في الصناعة وفي تطبيقات كثيرة في حياتنا، ودي برضو احنا بادئين فيها كمناهج علمية دراسية في مصر جديد. اظن احنا بنتوسع هنا في الجلالة في التطبيقات دي او في الدراسة دي. هو احنا مش بنتوسع، لا، البرامج في كلية الهندسة جامعة الجلالة بتتيح للدارس ان هو مش يبقى ملتحق ببرنامج بتخصص عام، اللي هو مثلا هنقول ميكاترونيك او مانيوفاكتورينج اند ماتيريال، لا، بتتيح له ان هو يكون عنده ما يسمى ماينور، اللي هو تخصص ادق. مثال لي بايوميديكال انجينيرينج او النانو تكنولوجي، وممكن كمان تخصص ما يكونش ليه علاقة تماما بالهندسة، وده اللي بيميز الجلالة، ان كلية العلوم، كلية اللي هي العلوم الأساسية والعلوم الإدارية، يقدر ياخد ماينور في علوم الإدارة.
او في الفاينانس الاستثمار، ده بيتيح ان هو يبقى مهندس وفي نفس الوقت عنده جانب اخر بيميزه. لو بصينا على في نفس الدراسه ولا دراسه تكميليه؟ لا لا في نفس الدراسه، هو نفس بيختار الدراسة. يعني عدد معين من الكريدتس اللي هو الساعات المعتمده، الساعات المعتمده ان هي تكون مخصصه للماينور ده. وده طبعا يعني عشان ارجع بس للنقطه، لو احنا بنتكلم على الثوره الصناعيه اللي هي بيمر بيها العالم ككل، احنا مرينا على ثورات صناعيه سواء كانت بدايه من طاقه البخار للثوره الصناعيه الثانيه اللي هي الطاقه الكهربائيه، وبعد كده الثالثه للالكترونكس، وحاليا اللي هي الثوره الصناعيه الرابعه اللي هي بتعتمد على الروبوتكس والاوتوميشن. ده بالعكس اليابان دلوقتي وشرق آسيا داخلين في الثورة الصناعية الخامسة، فإحنا بنواكب التطورات الصناعية سواء بالتخصصات اللي هي المتعددة العلوم أو المالتي ديسيبليناري، إلى جانب التخصصات الدقيقة زي النانو تكنولوجي. زي ما ذكرت قبل كده، مدام أنت بتفكر في مسمى المدن الذكية، يبقى أنت عايز خريج يقدر يتعامل مع تكنولوجي حديثة، مع مواد حديثة، وده هتلاقيه في الخريج هنا وفي المعامل اللي موجودة. دكتور على كده الخريج مش هيكون والله أنا خريج قسم كذا، أنا خريج دارس كذا بالضبط، أو هيتقال خريج برنامج كذا. وزي ما بتلاقي الخريج ده مثلا في أمريكا هو الميجور اللي هو تابع برنامج كذا وكمان ماينور، يعني ممكن يكون عنده الى جانب انه ممكن يكون عنده تو بروجرامز لو هو حب. فكل ده متاح هنا، فمادام متاح يبقى هو انت عندك طالب مختلف متعدد، يعني مش بيطلع اسطمبه واحده، لا طلبه مختلفين عن بعض، فبالتالي سوق العمل بالنسبه لهم بيبقى في تنافس، بيلاقي فرصه لي لان هو حد مختلف، مش او عنده فهم اشمل لسوق العمل في التخصص بتاعه، اشمل ومختلف. الاختلاف بيلاقيه ان هو يقدر يختار المكان اللي هيكون فيه، لكن لو كل الطلبه طالعين بنفس الشكل هيبقى التنافس بتاعهم اصعب ان هو يلاقوا فرص عمل. هو الجميل برضو انه اكيد مناهج حضراتكم بتبقى متطوره دايما بالتطور العلمي سنه بسنه او حتى شهر بشهر ممكن في الحاله دي. فعلا هو يعني البرامج طبعا بتبقى فيه لوائح بتربطها، بس في جزء من اللوائح بيبقى دايناميك، بيبقى متحرك، ده بيعتمد على التطورات الحديثه. الى جانب زي يمكن انت ما سمعت من الزملاء ان احنا عاملين دول ديجري او توامه مع جامعه اريزونا، الى جانب هندسه برضو عامله مع هيروشيما يونيفرسيتي. بالنسبه لجامعه اريزونا هيبقى الطالب هيتخرج بكالوريوس هندسه من جامعه الجلاله وبكالوريوس هندسه درجه اخرى من جامعه اريزونا، فبالتالي يبقى من السهوله ان هو يكمل في اي سواء في المجال بتاعه في دراسات عليا سواء في امريكا او هنا في مصر، فده هيميزه. الى جانب زملاء من جامعه هيروشيما باليابان هيبداوا ينضموا الينا من العام الاكاديمي ان هم ينضموا في التدريس. في البدايه هيكون لظروف كورونا ان هو هيكون اونلاين، بس ابتداء من الترم الرابع هيتواجدوا هنا، وطبعا الانتر اكشن سواء كان من التفاعل بيننا، التفاعل بالضبط من ناحيه اللي هم الفكر والتكنولوجيا في اليابان او الفكر والتقدم الهندسي في امريكا ممثل في جامعه اريزونا، ده هيخلي الطالب يعيش تجربه جديده. مهند وجورج، الحقيقة الدراسة في كلية الهندسة دايما محتاجة تطبيق عملي سريع، ودايما أكيد محتاجة تطبيق أحدث أو على ما هو أحدث. فمهند قول لي أنت إزاي بتطبق العلم الأكاديمي النظري على أجهزة عملية علمية حديثة؟ إحنا بالنسبة عندنا هنا في الكلية في الجلالة بالذات المعامل كلها موجودة يعني جديدة بالنسبة للتخصصات، حاجات زي ميكاترونكس اللي أنا أوريدي فيها، المعامل متجهزه على حاجات اللي هي موجوده كمان في الماشينز اللي هتعامل معاها قدام، بتجهزني لسوق العمل، متجهز على اعلى مستوى، ومعامل يعتبر اول جديده في مصر، يعني اول معامل تتجهز في الحاجات دي. طب جورج اكيد انك لما تخرج ان شاء الله لسوق العمل انت محتاج تطبق العلم بتاعك، فانت اكيد دلوقتي بتطبقه قبل ما تخرج لسوق العمل، يعني انت دلوقتي بتسبق بخطوه يعني.
المعامل الجديده بتاعت ميكاترونكس. احنا دلوقتي بقى عندنا تخصصات، كل تخصص ليه معمل بتاعه عشان نطلع مجهزين اكتر للتخصص بتاعنا ويبقى اسهلنا في سوق العمل وما نحتاجش ان احنا ناخد كورسات وتريننج بره كتير. فاحنا يعني هنا الجامعه بتوفر لنا اعلى حاجه عشان نطلع مجهزين على طول، ما نحتاجش الكورسات بره ولا حاجه تاني بره. مهند، هو فكره الساعات المعتمده، برامج الدراسيه بالساعات المعتمده، ده اكيد اوفر بالنسبه للوقت على الاقل بالنسبه لك، ده صحيح؟ اوفر واحسن. يعني فكره الهندسه ما بقتش حاجه 5 سنين، بقدر ان انا انزل في السمر كورس اخد مواد اقدر اسكيب بيها حاجات من السنين اللي جايه، فهقدر ان انا اسبق، اقدر اخلص هندسه في اربع سنين يعني حاجات في الفتره دي، فدي بتساعدني اكتر ان انا مش شرط ملزم بال5 سنين. طب جورج، بانك بتاخد ساعات دراسه معتمده، ده ممكن يتيح ليك فرصه انك تاخد مواد دراسيه ازيد شويه تكمل بيها دراستك الهندسيه؟ يعني مثلا الجامعه بتوفر لنا كورسات ليها علاقه بالكمبيوتر والحاجات دي، فدي برضو بتسهل الدنيا في الدراسه، اساس مثلا لو مواد لسه داخلها على حاجه بكون برضو واخد فكره عنها بدري، فبتسهل الدنيا اكتر ان انا اكون فاهم. وبعد الفاصل نواصل النقاش وتابعونا. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد لهذه الحلقة من مصر بتبني، والتي نقدمها من داخل جامعة الجلالة بمدينة الجلالة. الواقع أن التخطيط المصري الحديث اعتمد وجود جامعة أهلية جديدة في كل المدن الجديدة تقريبا، لذا فمن المتوقع إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة في مدن كأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة وغيرها من المدن، وهذا ما يأتي ضمن أهداف مصر التنموية لعام 2030. يتم ذلك أيضا للاستفادة من المساحات الشاسعة للمدن الجديدة، حيث يصل مثلا إجمالي مساحة مدينة الجلالة إلى 17,000 فدان. ومشاهدينا، حالا نعاود هذه الجولة داخل جامعة الجلالة الجديدة. دكتور محمد، احنا عندنا في مصر كليات حاسبات ومعلومات بقى لها فترة طويلة، لكن ايه المختلف؟ ايه اللي بيقدم يعني يكون مرتبط اكتر بسوق عمل مختلف او بتأهيل طالب لسوق عمل مختلف؟ المسارات الدراسية والبرامج الدراسية اللي احنا بنقدمها برامج جديدة ومتميزة مدروسة لاحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي، لها علاقة بالإنترنت ثينجز أو اللي هو الشبكات الأشياء، إنترنت الأشياء أو إنترنت الأشياء، لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الناحية الهاردوير أو من ناحية السوفتوير، من ناحية تطوير البرامج أو النماذج الذكية، أو من ناحية تطوير الأجهزة اللي بتشتغل عليها هذه البرامج الذكية والنماذج الذكية. هو في فرق بين البرامج والنماذج، فأنا بس ببقى دقيق شوية في كلامي. البرامج اللي عندنا معمول لها تصميم أقدر أقول عليه أكتر ممتاز. أنا أول ما تعاقدت مع جامعة الجلالة أنا كنت لسه في إنجلترا، أما اتبعت لي الفوليوم اللي فيه المواد الدراسية والمقررات الدراسية أنا يعني شكرت فيه جدا وانبهرت، وبقول إن هو أحسن من كتير من اللي بيتقدم في بريطانيا. البرامج الدراسية اللي عندنا أحسن أفضل. أولا أكثر كثافة، فيها عدد من المقررات هيخلي الطالب بتاعنا يتخرج مؤهل لسوق العمل ومش محتاج ياخد دورات زيادة. احنا بنديله كم يعني من المقررات المتخصصة شديدة التقدم. طب خلينا ناخدها بالعكس يا دكتور، هو انت شايف ازاي تطور سوق العمل تكنولوجيا في الفترة المقبلة او في تطبيقات التكنولوجيا في الفترة المقبلة، بالتالي لازم نكون يعني بنسبق بخطوة في اخراج منتج بشري تعليمي يتناسب مع هذا المستقبل.
أنا أقول لحضرتك، هو الثورة اللي حصلت هي لها علاقة ب نقول تطورين هامين جدا. التطور الأولاني حصل أو بدايته كانت في 2012، اللي هو نقول عليه الديب ليرنينج أو التعلم العميق، اللي أدى لثورة الذكاء الاصطناعي. وإحنا يعني ككلية، كلية علوم وهندسة الحاسبات، الذكاء الاصطناعي هو مركزها. إحنا عندنا برنامجين ذكاء اصطناعي، علوم الذكاء الاصطناعي وهندسة الذكاء الاصطناعي، عندنا البيوميديكال انفورماتكس اللي هو التكنولوجيا الحيوية والبيولوجية، مركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية الطبية والبيولوجية. والذكاء الاصطناعي موجود في كل البرامج اللي خاصة بهندسة الحاسبات. التطور الآخر هو تطور له علاقة بالكونكتيفيتي، اللي هو ان كل حاجة هتبقى مرتبطة بكل شيء، عشان كده يسموها انترنت الأشياء. يعني كان زمان الانترنت هو كمبيوترز مرتبطة ببعض، دلوقتي كل شيء عليه تشيب الكترونيك تشيب يقدر يبقى مرتبط بالانترنت ومرتبط كل الأشياء المستخدمة بتكون مرتبطة ببعض. بالضبط بالضبط كده. فهم دول التطورين التكنولوجيين الهامين اللي احنا واحنا بنقدم للطالب المقررات عاملين ان احنا نديله جرعة كافية ان هو يخرج لسوق العمل في 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 اللي هو له علاقة بالتطورين دول او التكنولوجيتين. صناعية مثلا اظن يكون عندنا التكنولوجيا سيارات مختلفة، التكنولوجيا حاسبات حتى مختلفة، التكنولوجيا استخدامات حتى منزلية مختلفة، فبالتالي تصنيع هذه الأشياء يلتزم أو يستلزم وجود قائم بالعمل عليها مختلف برضه. مظبوط مظبوط. أو مطور مطور لهذه التكنولوجيا بشكل مختلف. وطبعا لكل يعني بلد أو إقليم له احتياجاته. فإحنا محتاجين يبقى عندنا قوة بشرية. طبعا هو سوق العمل مش محليا بس، عالميا في نقص في 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 المهارات دي، غير ان سوق العمل في الفترة القادمة هيكون كله معتمد على الأشياء دي. يعني يعني انترنت الأشياء، سوق العمل سنة 2000 او نقول حجم السوق المتوقع سنة 2027 هيوصل 1400 مليار دولار. وحجم السوق بالنسبة للذكاء الاصطناعي هيوصل 300 مليار دولار سنة 2026. فاحنا بنتكلم على يعني an opportunity، يعني فرصة ان احنا نخش السوق ده بشكل قوي ومبكر ومبكر. وانا اقول ان كمان عندنا يعني ميزة في جامعة الجلالة، احنا عندنا الأكاديمية العليا للعلوم. الأكاديمية العليا للعلوم احد اضلاعها الأساسية هي تكنولوجي فالي او وادي التكنولوجيا. ده هيبقى هوستينج، يعني احنا هيبقى عندنا الطلبه لما تيجي تتخرج لو عندهم، لو مشروع التخرج بتاعهم ينفع يبقى مشروع، هنعمل المشروع ده، هينفذ المشروع. تمام. في وادي التكنولوجيا. تمام. فده هيبقى ده جزء من الجامعه وجزء من التطور اللي احنا عايزين ان احنا يعني نملك هذه الاشياء وما نخليهاش كمان تطلع. يبقى برضه على اساس هذا الكلام دكتور، احنا متطورين علميا سنه بسنه، خطوه بخطوه مع كل ما يحدث حول العالم في هذا المجال. يعني ما كناش سابقين في بعض الحاجات. انا بقول لحضرتك ان انا اشتغلت في بريطانيا فتره طويله، البرامج اللي عندنا يعني ان لم تكن افضل فهي تكافئه. طيب استاذ عمر، زي ما قال الدكتور محمد، في علوم جديده في المستقبل ان شاء الله محتاجه مهندسين مختصين زي حضرتك ان شاء الله في المستقبل، فانت ازاي شايف شكل المستقبل، شايف شكل العمل ازاي في المستقبل، وبالتالي هذه المناهج مهمه دلوقتي؟ هو انا مبدئيا دخلت هنا قسم الذكاء الاصطناعي لان انا في وجهه نظري قسم الذكاء الاصطناعي بشكل عام هو المستقبل اللي جاي، يعني كل الناس بتتوجه لها. ويمكن الفتره اللي فاتت فتره المرض وكده واضح قوي ايه اهميه الذكاء الاصطناعي وازاي الناس بتشتغل فيه. فتره العزل بتاعت كورونا، فتره العزل، يعني هو الناس كانت بدات، سمعت الناس بدات اللي هو الاحصائيات وكل ده، كل ده كان معمول بالذكاء الاصطناعي، وان هم ازاي يبداوا يديتكتوا المرض اصلا او الراجل ده مريض كانوا استخدموا فيه الذكاء الاصطناعي. فطبعا كان الموضوع انترستنج جدا بالنسبه لي ان انا ادور ايه القسم اللي انا ممكن اخشه.
ولقيت ان جلاله فيها قسم هندسه الذكاء الاصطناعي، ده اول قسم معمول في مصر. فبطبيعه الحال المواد اللي بتدرس هناك كلها هي مركزه جدا على المجال ده، والتكنولوجيا كلها اللي موجوده هي مركزه جدا على المجال. فبالتالي افضل بكتير ان انت مثلا تخش في حته تانية في كمبيوتر انجينيرنج او كده، ممكن يكون في تشتت او مفيش يعني تركيز على المجال ده بالظبط. فطبيعة الحال هو المستقبل هناك، فكان كويس جدا ان انا اخش الجلالة عشان كده. ده بتقول اصلا ان اعداد اللي درسوا الذكاء الاصطناعي او هندسه الذكاء الاصطناعي قليلين في مصر، احنا لسه بادئين المجال جديد. ده حقيقي. فكويس انك تبتدي من اول اونلاين، يعني حتى كله شغال اونلاين، مثلا كورسات من على النت وكده. والطبيعه وده اكيد مش بيبقى زي ما حد يقف قدامي، او مثلا دكاتره مثلا هم دارسين القسم ده من بره وجايين يدرسوا لي، فاكيد في فرق كبير بين ان انا اشتغل اونلاين ما اعرفش اكلم الراجل قدامي، وان انا ابقى في الجامعه قدامي دكاتره بيوصلوا لي معلومه. شايف انه التطبيق ده عمليا في سوق العمل هيكون قريب ان شاء الله بعد تخرجك على طول؟ يعني اتمنى كده واعتقد ده جدا. انا ما اعرفش ارقام مثلا بالظبط، لكن اللي شفته ايام العزل وان مثلا الناس بدات كلها تحاول ان الشغل يبقى اونلاين وفروم هوم وكده، انا حاسس ان اي حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر كده كده هتزيد. وبطبيعه الحال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتزيد، يعني حتى الاجهزه قصادنا بتتطور بشكل كبير جدا. فاكيد باذن الله في مصر المجال ده عقبال ما اتخرج ان شاء الله، اللي هو مثلا لسه بعد 4 سنين من دلوقتي، ده هيكون وصل لحاجه كويسه يعني ان شاء الله. غير كده ان انا اصلا دورت يعني على النت، ويعني مجال الماشين ليرنينج اصلا هو اكتر حاجه دلوقتي بتكسب فلوس يعني، فده حدا بره. فأتمنى في مصر حتى يكون حاجة يعني يوصل لهذا المستوى إن شاء الله. تقول الإحصاءات إن الفترة ما بين عامي 2014 و2020 شهدت إنشاء 24 جامعة جديدة على مستوى مصر، منها 3 جامعات تكنولوجية حديثة، إضافة إلى 17 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة، هذا بالإضافة ل4 أفرع لجامعات دولية على أرض مصر تدرس جميعها نحو 188 برنامجاً علمياً جديداً تتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد. دكتورة دينا، احنا دلوقتي أمام سوق إعلامي مختلف، أمام وسائل إعلام مختلفة، فبالتالي إحنا عايزين منتج بشري إعلامي مختلف يقدم الرسالة الإعلامية ويتعامل مع المختلفات الجديدة دي. فأنتوا إزاي فكرتوا في بداية من تسمية كلية الإنتاج الإعلامي لغاية ما نخرج منتج بشري، إذا كان مذيع أو صحفي أو ما إلى ذلك؟ خلينا نتفق إن إحنا ابتدينا من اللي حضرتك بتقوله بالظبط، إن إحنا لازم نكون مختلفين. احنا الفكر الجديد اللي داخل في الجامعات الاهليه فكرتها الاساسيه ان احنا ما نكونش بنطلع درجات علميه فقط، لا، درجات تشتغل تعمل. احنا جايين هنا عشان خدمه الكوميونتي اللي احنا فيها، فكان اهم حاجه عندنا في الاعلام ان احنا نحقق الاحتياجات الفعليه للاعلام. دلوقتي في كتير جدا، الكثير من كليات الاعلام والكثير من خريجي الاعلام، وفي منهم ساعات بيشتغلوا في مجالات اخرى غير الاعلام للاسف، وما بيتجهوش للشغل في الاعلام. ليه كانت المشكله؟ ابتدينا ندرس، اكتشفنا ان الطالب في بعض كليات اللي موجودة حالياً في الإعلام ما بيطلعش مؤهل بالتكنيكيات والتقنيات الخاصة بالإنتاج الإعلامي. من هنا بكانت البداية، إن إحنا الكلية اسمها إنتاج إعلامي، إحنا بنواكب العصر إن إحنا نخليه يعرف إزاي يستخدم كل المالتي ميديا ويمتلك المهارات اللي تمكنه من يشتغل في أي مكان ويكون مواكب للتطور التكنولوجي. إحنا عندنا الطالب من سنة أولى هيمسك كاميرا، هيدخل الاستوديوهات، هيبتدي يشتغل في تطوير مهارات. هو ده امتلاك المهارات اول حاجه. لعبنا من فكره ان احنا لازم نكون مركزين على ازاي نطور مهارات الطالب. فاحنا في الكليه بنجمع بين حاجتين، هنديله الحصيله النظريه والعلميه المؤسسه للفكر بتاعه، لان الاعلام برضو في الاخر هيفضل فكر، احنا قوه ناعمه لازم نكون مؤثرين في الاخرين. فهندي يكون عنده فهم كامل لما يجري في العالم كله، لازم يكون على درايه بما يجري في العالم كله. فدي احنا مراعينها في الجزء النظري والعملي بشكل كبير، والناحيه بنديله برضو تكنيكات البحث عشان يعرف يوصل للمعلومه بشكل صحيح. أهم مشكلة إزاي يتأكد من مصداقية المعلومة.
علشان احنا مشاكل كتير بنقع فيها لما ما نبقاش واثقين من المعلومه اللي بنقولها احنا كاعلاميين، فبالتالي بنديله التكنيكات اللي ونعلمه ازاي يعرف يجيب المعلومه، وفي نفس الوقت بنديله المهارات. فاعتقد هي ده كان الفكر الاساسي. المهارات اللي هي الانتاج الاعلامي، المهارات انه اكون صحفي فقط، مذيع فقط، مصور فقط، ولا اجمع بين كل هذه الاشياء؟ نحن نتكلم الان في عصر المالتي ميديا والوسائط المتعدده، فبالتالي كان ضروري جدا ان احنا نديله كافه المهارات. احنا حتى الاقسام عندنا متقسمه بشكل مختلف، احنا عندنا ثلاث اقسام اساسيين بيتكلموا في مواد الاتصال والاعلام، ده قسم عشان نديله الخلفيه النظريه زي ما قلنا والعلميه. عندنا جزء مهم جدا في التحرير والكتابه الاعلاميه قسم اخر، والقسم الاخير مهتم بالانتاج الاعلامي. والانتاج الاعلامي احنا هنا بنتكلم على انه لازم يعرف انتاج تلفزيوني، انتاج اخباري، سينمائي، انتاج رقمي، الديجيتال برودكشن، دي حاجه اساسيه عندنا. فبالتالي احنا بنديله مهارات من يوم من اول يوم بيدخل فيه. اظن انتاج الدرامي ده جديد، او انتاج السينمائي ده جديد، ده جديد. واظن برضو المالتي ميديا اللي حضرتك تفضلت بيها ده برضو مستحدث، هو الجديد في العصر المقبل ان شاء الله. اكزاكتلي، لازم يبقى يطلع، احنا اللي احنا بنتفق عليه الجمان ان لازم يطلع قادر على انه يمتلك كل تقنيات الاعلام، يبقى وان مان كرو، يعرف يصور، يعرف يعمل اديتنج مونتاج، يعرف ينتج الماده الاعلاميه بالشكل اللي هو عايزها عشان يعرف يوصل فكرته بالصوره المرغوبه. طيب انا باخد بقى في الحاله دي طوال سنوات الدراسه او برامج الدراسه، خلينا نقول كام في المية نظري كام في المية عملي؟ ممكن نقول 50-50، ممكن نقول انها مقسومه بشكل يوصل الى 50. وبعدين خلينا نرجع بقى لنقطه نظري وعملي، احنا كل حتى النظري بيبقى في جزء تدريبي وتطبيقي لابد ان ينفذه الطالب، لانها كلها الكليه اساسا مبنيه، او الجامعه خليني اقول الجامعه بشكل اكبر، مبنيه على فكره الانتر اكتف اديوكيشن. الطالب جزء اساسي في العمليه التعليميه في انه بيودي في المواد وازاي يدخل معانا مشارك، مفيش ماده الا ما هيكون فيها جزء تطبيقي وتدريبي، مش بنديله الفكره لوحدها. يعني خليني ادي لحضرتك مثال، احنا كنا بندرس الاعلان ازاي؟ بندرس الاعلان كلام نظري وازاي الاعلان يبقى ناجح وهكذا. لا، انا بخليه من اول سنه يعرف الاعلان يبقى ناجح ازاي، انه يحلله الاناليسز، يجيب اعلانات فعليه، وممكن نوصل لمرحله انه ينتج اعلان يوصل فكرته، يكون مبتكر حتى لو شكل مبدئي. بالظبط، مبتكر. مبتكر قد يكون يضطر يعتمد على مواد اوريدي موجوده، يعني مواد فيلميه قبل كده، فوتج موجوده، ولكن ستيل هو لابد ان يبتكر، ولازم يتعلم انه يعمل الحاجه اللي تحقق الكلام النظري اللي بيتقال، ما يبقاش فقط الجزء النظري. هو ده مهم جدا، لان كلنا هنشوف قريب جدا اختفاء الشاشات الطبيعيه، وهتروح بعد كده الى موبايل او شاشه موبايل او شاشه وسيط مختلف برساله مختلفه، وده اللي جاي، او ده يمكن حتى اللي بيحصل واحنا بنتكلم دلوقتي. بالظبط، هي الدنيا بتتغير بسرعه جدا في مجال الميديا. ولكن خلينا نتفق برضو ان احنا عندنا الاقسام اربع اقسام، فيها انتاج تلفزيوني واعلاني وانتاج الاخباري وكذلك الانتاج السينمائي. احنا برضو بنقول ان احنا هنمرج بين الوسائل التقليديه، او هندمج بين الوسائل التقليديه، لان هندخل بقى في الديبيت بتاع هل هيختفي الوسائل التقليديه امام الاعلام الجديد ام لا. التجربه اثبتت لغايه الان ان الوسائل الاعلاميه او التقليديه ما زالت لها اهميه قصوى، ولكن لابد ان تكون ممزوجه بالتقنيات، التقنيات الجديده، يعني التكنيكس الجديده. طيب انتوا عندكم توأمه مع جامعات اجنبيه، ايه المختلف او ايه الحوار اللي بيحصل بينكم وبين هذه الجامعات عشان تطوروا من وسائل العلم او وسائل التعليم اللي عندكم؟ احنا في التوأمه بتاعتنا دي هتبقى شهاده مزدوجه، يعني معترف بيها هنا في مصر، وطبعا معترف بيها في الولايات المتحده الامريكيه. ولما رحنا في الاعلام رحنا لامريكا عشان منطقي جدا، ورحنا الجامعه اللي احنا بنشتغل معاها اريزونا ستيت، دي اكتر رقم واحد في رانكينج بتاع الانوفيشن، الابتكار. فروحنا بحيث ان احنا هم بيتكلموا في تقنيات مختلفه، هم دلوقتي بيدخلوا تقنيات الفي ار، الفيجوال رياليتي، ازاي هتكون الواقع المرئي في التصوير الاعلامي. هو دي الجزئيه اللي احنا بنحاول نهتم بيها معاهم، ان احنا نستخدم احدث التقنيات معاهم، ويجوا خبراء، اللي هيبقى فيه خبراء بيجوا معانا كمان يدرسوا، فدي حاجه مهمه قوي الاستفاده من الخبره الدوليه. طب دكتوره دينا، بعد ان شاء الله ما تتخرج اول دفعه، انت ضامنه قد ايه ان خريج الدفعه الاولى ينزل على سوق العمل على طول يشتغل؟ احنا متفائلين اكتر من كده، احنا هنخلي ان شاء الله نخلينا عمر يعني الخريجين بتوعنا ابتداء من سنة الثالثة والرابعة بيتدربوا في شركات بحيث انها تنتهي بالتوظيف ان شاء الله، هي دي الفكر اللي احنا شغالين فيه ان شاء الله، وبنعمل شراكات في هذا الصدد. ده جزء من التدريب ولا جزء من التوظيف؟ الاثنين مع بعض، تدريب ينتهي بالتوظيف بشكل ما. مساء
مصر إذن تسعى لأن تكون مجتمعاً مبتكراً ومبدعاً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا في مختلف المجالات. مصر أيضاً تسعى لمواكبة كل التطورات في تطبيقات العلم وتكنولوجياته على مستوى العالم وما يتواءم مع سوق عمل جديدة. ولذا كان لابد من توزيع كل بؤر العلم التي نقف فيها الآن، فهي بالفعل كنوز مصر للمستقبل. بأيدي أبنائها هكذا ودوماً مصر بتبني. تقبلوا أطيب التحية من فريق عمل هذه الحلقة ومني أحمد بشتو. طابت أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.